زي ما تابعتم حضراتكم أيضا أنه يعني مصر كمان هتستضيف مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نهاية العام، وأعتقد ده من المؤتمرات اللي هتكون مهمة، والسيد الرئيس بنفسه بيقول بأنه طبعا يعني هنتابع ده وأنه هنعمل على كل التوصيات اللي هيأتي بيها المؤتمر. مصر لا تعمل وحدها طول الوقت، مصر تعمل مع العالم بشكل كبير، وما ما يحدث في العالم بالتأثير يعني أكيد يؤثر على العالم كله، يعني أي شيء بيحصل في العالم بيأثر علينا جميعا، وعلشان كده مصر طول الوقت ترسل رسائل إنه الحوار هو المهم، وإنه الحوار السياسي والحوار الدبلوماسي هي أفضل الحلول الآن، لأنه لا بديل عن الحوار حتى نتخلص من أي مشاكل. ده دايما دور مصر. خلينا نكمل الكلام ونتابع أيضا يعني حلقة الليلة مع ونشوف رأي أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس الشيوخ، ونعرف أيضا انطباعاته ورأيه عن ما جاء في خطاب الرئيس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني سيد الرئيس النهاردة كان لي يعني وقفات كثيرة جدا، فعايزين برضو نعرف من حضرتك يعني توقفت عند إيه؟ الحقيقة هو طبعا الخطاب مهم، لأنه الجلسة نفسها جلسة مهمة فيها عدد كبير جدا من قادة ورؤساء العالم، والتوقيت بتاع الجلسة يعني مش بس التعافي من الجائحة، التزامن مع المشكلة الكبيرة اللي في روسيا وبين روسيا وأوكرانيا بتخلي إنه كل القضايا متداخلة مع بعضها، ما فيش حاجة منفصلة. حضرتك تحدثت كتير وعلقتي على الكلمة، يعني أبرز النقاط اللي وقفت عندها في كلمة السيد الرئيس إنه في تداخل كبير بين الأزمات، وبالتالي في تأثير واسع لهذا التداخل على كل مناحي الحياة، وإحنا شفنا ده مترجم من أول الصراع الصيني الأمريكي إلى تداعيات كورونا إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا. تمام. المحاولات التغلب على الجائحة لو ما كانش المحور بتاعها هو الإنسان مش ينفع، يعني هي مش قصة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فقط، لا هي قصة في الأساس إنسانية، وبالتالي أي معالجة لهذه القضية من غير مراعاة هذا البعد فلن يكون هذا مجديا. السيد الرئيس تحدث بوضوح وقال إن احنا تجاوزنا كثير جدا من تداعيات وتبعات الفيروس من خلال سياسات يعني ثبت ان هي نجحت، ومصر من الدول القليله حققت معدلات نمو ايجابيه خلال العامين بتوع الجائحه منذ ظهور الجائحه في العالم في شتاء العام قبل الماضي. انه مش بس كده، لا كمان مصر عملت عديد من المبادرات، يعني كان السمه الاساسيه في غالبيه دول العالم هو التقشف والانتظار والصبر وتوجيه معظم الموارد الى المجال الصحي، لكن مصر نفذت يعني حياه كريمه بدات ونحن في عز كورونا، اضافه الى استمرار تكافل وكرامه او بعض المبادرات الصحيه، ودي كلها كانت بتبين ان مصر يعني الامور ماشيه فيها بالتوازي ولم تؤثر فيها الجائحه كثيرا. طبعا هي اثرت لان كل دول العالم تاثرت بشكل او باخر، لكن الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر جعل هذا التاثر قليلا، وجعل الاقتصاد المصري يتحمل الكثير من الضربات بفعل كورونا. الجزء الثاني مهم اتكلم عنه السيد الرئيس انه هناك جوانب ضعف كشفت عنها الازمه في المنظومه الدوليه فيما يتعلق بالصحه، وان علينا كعالم ان احنا يعني نتحدث ونبحث عشان نشوف حلول لهذه المشكلة، وهذا الأمر كان موجودا ما بين الدول الفقيرة أو الدول الغنية، لا فرق كثير بينهما في على الأقل فيما يتعلق بالدرجة يعني. طبعا. الرئيس برضو قال جزء مهم وهو هذه الأزمة طرحت سؤال فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الدولي وقدرته على الاستجابة للأزمات الطارئة، بمعنى يعني هل ممكن العالم ده يتحمل تبعات استمرار وجود 60% او اكثر من قوه العمل في اقتصاد غير رسمي؟ هل في امكانيه لدمج الناس دي جوه الاقتصاد الرسمي عشان عوائد التنميه عوائد هذا الاقتصاد تعود يعني بالايجاب على الجميع؟
وهل لدينا قدرة على الخروج يعني كخروج جماعي من الأزمة وتعاون دولي، وأي طريق ممكن العالم يسلكه عشان يطلع من هذا الطريق؟ هل يستمر على السياسات القديمة أم يبحث عن سياسات جديدة؟ الرئيس كان أيضا واضح في التأكيد على فكرة أنه لا خروج من هذه الأزمة، أزمة التعافي، من دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة عشان تنفذها، والأهم من هذا وذاك القدرة المالية على التمويل. يعني بدون تمويل ما فيش إمكانية لأي شيء مهما كانت النوايا طيبة أو كانت في سياسات وأدوات تنفيذ. طبعا في مشكلة الرئيس قالها بوضوح، وهي أن الدول النامية ستواجه صعوبات في كثيرة في تجاوز هذه التداعيات، والحل هو مزيد من التعاون الدولي ومزيد من المساعدات الدولية للدول الفقيرة والالتزام بما تم الاتفاق عليه. وهنا اسمح لي أستاذ عماد، يعني هنا تحديدا اسمح لي برضو نتكلم بأنه يعني رئيس السيسي هو أكثر رؤساء العالم اهتماما جدا بموضوع المناخ. يعني لاحظنا ده سواء في جلاسكو أو في باريس أو طول الوقت هو حاسس، كمان لأنه الرئيس كمان لأنه تبعات يعني هذا الشأن المناخ وهذه المشكلات خاصة على قارة أفريقيا، وطبعا مصر كان لها رئاسة الاتحاد الأفريقي، فأعتقد أن السيد الرئيس لامس كل هذه المشاكل. فتعليقك إيه؟ بطبيعة الحال كما تعلمين مشكلة المناخ هي مشكلة بتؤثر في كل العالم، لكن هي المفارقة أنه يعني العالم الكبار أو الأغنياء هم الذين لوثوا هذا الكوكب صحيح، وتسببوا في هذه المشكلة، خصوصا أمريكا والصين والهند وبقية الدول، روسيا وأوروبا، الدول الصناعية. لكن الذي سيدفع الثمن للأسف هم الغلابة أو المساكين، خاصة قارة أفريقيا. قارة أفريقيا لا تساهم في الاحتباس الحراري بأكثر من 2% أقل من 2%، ورغم ذلك هي لا تدفع الثمن الكبير، لأن التصحر أو الاحتباس الحراري وأزمة المناخ هتؤدي إلى من ضمن يعني آثارها الجفاف، قلة الأمطار، المحاصيل الزراعيه بتغلى، عدم قدره على يعني دوام التمويل، وبالتالي ما فيش تكنولوجيا حديثه كبيره عندها، وبالتالي هتدفع الثمن الكبير. الرئيس طول الوقت كان بيقول يعني ليس عدلا ان يستمر هذا الامر، ليس عدلا ان الدول الكبرى تتعهد بدفع مبالغ ماليه كبيره جدا، منها 100 مليار كانت مخصصه للدول الناميه لكي تتكيف مع التغير المناخي وتحارب هذه الظاهرة الخطيرة، والعالم المتقدم لم يلتزم بهذا الأمر. والرئيس تقريبا في كل المؤتمرات الكبيرة اللي حضرها أو القمم أو اللقاءات الدولية، خصوصا القمم الأفريقية مع الدول الكبرى، كان بيتكلم في هذا الموضوع وبيطالب بضرورة أن يكون هناك موقف دولي فاعل وملتزم بمساعدة أفريقيا. لكن كما نعلم طبعا القارة الكبار يلوثون الكوكب، وبالتالي سيكون هناك شك كبير في الوفاء بالتعهدات التي تصدر عن هذه القمم. اتكلم ايضا الرئيس على في جزء ثاني مهم، اللي هي يعني ان العالم يفترض انه لا يملك رفاهيه الانتظار او التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب في مساله التغير المناخي، ولابد من ايجاد سبل كفيله بتمكين الدول الناميه من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقا لاتفاق باريس. الرئيس في الاخر قال ان كل ده لن يتاتى الا بتوفير بيئه دوليه مواتيه تساهم في حيث التمويل اللازم للدول الناميه. اكيد. طيب انا يعني خليني اتكلم مع حضرتك في نقطه هامه استاذ عماد. يعني كلمه السيد الرئيس النهارده واهتمامه بقضيه المناخ وقضيه الجائحه كورونا في وقت العالم منشغل فيه، وهتلاقي المواطن العادي او الانسان العادي في العالم الناس كلها بتقول يعني احنا لسه خارجين من جائحه كورونا، عندنا تغير مناخي وده على العالم كله، وانت امام هجوم عسكري وامام قضايا سياسية واختلافات وأشياء. فكيف يعني كيف يرى المواطن يروح فين؟ يعني المواطن عايز ينفعل مع هذا المناخ ليعيش في حياة إنسانية، ليبني وطنه أو يحسن من أرضه،
كما تحدث السيد الرئيس بأنها الحقيقة هي منظومة دولية، لكن بنشوف على الجانب الآخر أنه في جزء من العالم مازال يعود للسياسة القديمة والحروب والاختلافات. كيف ترى هذا؟ بص حضرتك، طبعا المناخ قضيه عالميه مهمه جدا، لكن في برضه بطبيعه الحال هو يمكن بسالك ليه، هل العالم واخد مساله المناخ بشكل يعني بهذه الاهميه؟ لا بص يا فندم، حضرتك العالم طبعا في جزء كبير مهتم بالمناخ، لكن الذين يتسببون في التغير المناخي او الاحتباس الحراري هم لا يريدون الالتزام، لان المساله باختصار ناس كثيره مش فاهمه هي يعني ايه ازمه المناخ. أزمة المناخ أن هناك دول تلوث أو تساعد في الاحتباس الحراري لأنها لا تريد الالتزام بالطاقة النظيفة. حضرتك لما دولة كبيرة مش هقول اسمها تبقى عندها سلع كبيرة رخيصة، لو التزمت بالمعايير الدولية الصحيحة في استعمال الطاقة النظيفة، سعر السلعة بتاعها اللي بتصدره بفلوس قليلة وجيب لها فلوس كثيرة جدا هيبقى عالي، فمش هتنافس، فبالتالي هي بتعمل سلعة رخيصة بتكنولوجيا رخيصة بوقود رخيص. فلما يجي العالم يقول لها ارجوك توقفي عن هذا الاحتباس الحراري والاستعمال الوقود الاحفوري، هتقول له لا. وشفنا ترامب نفسه انسحب من اتفاقيه باريس كلها ورفض عشان خاطر عيون كبار المنتجين الامريكيين اللي هم جزء منهم بيلوث الكوكب او الصين. فبالتالي قصدي ان من الذي يملك اجبار الدول الكبرى على الالتزام ب هذه يعني القواعد الدوليه في محاربه الظواهر المناخيه؟ لا احد للاسف الشديد. يعني ما حدش خد باله انه قطع الاشجار في او يعني في غابات الامازون على سبيل المثال صحيح يؤدي الى كارثه مضاعفه. صحيح. فالعالم سيستمر، العالم بطبعه الامبراطوريات الكبرى طول الوقت لا يشغلها كثيرا الا مصالحها الخاصه. صحيح. وبالتالي موضوع الأشجار ده كان موضوع مهم جدا بأنه تبناه مؤتمر المناخ في جلاسكو، بأنه لابد من الاهتمام بالأشجار وعدم قطع الأشجار علشان هي بتطلع. المشكلة يا فندم المشكلة حضرتك أنه هو العالم بيتكلم كويس وبيطلع بيانات عظيمة صحيح وتعهدات كثيرة جدا، لكن حينما يأتي الجد لا يقوم بتنفيذها. فبالتالي الرئيس من يومين ثلاثة كده قال أن هم يحدوه الأمل ويتمنى انه التوصيات الخاصه بمؤتمر شرم الشيخ او كاب 27 هتكون يعني يبقى فيها توافق وتخلص يعني توصل لحلول حقيقيه ويطلع يبقى المؤتمر الذي شهدته مصر والذي يعني حارب او واجه بشجاعه هذه الظاهره الخطيره التي تهدد الكوكب، كما نعلم انه في دول في مدن كبيره جدا مهدده بالاختفاء. وبالتالي مره اخرى الحروب سوف تستمر للاسف الشديد، التدخلات وتستمر لانه ده جزء من للاسف الشديد مره ثانيه من الطبيعه الانسانيه، التوسع والهيمنه من كل دول العالم، عشان لا نظلم احد، بس البعض يدعي او يرتدي ثوب الواعظين وكانه لم يغزو او لم يضرب او صحيح. لم يحتل. كل الكبار احتلوا الدول وشنوا هجوم على دول صغيره، وبالتالي يعني نتمنى انه طبعا الحرب ليست في صالح احد، والصراع اللي موجود الان سيدفع ثمنه الجميع، وبالمناسبه المنطقه العربيه والعالم النامي سيدفع الثمن الاكبر، خصوصا اولئك الذين يستوردون الحبوب او الادويه او البن او غالبيه السلع الاساسيه للاسف الشديد. مع يعني لما بحط تداعيات كورونا مع اللي حصل النهارده مع أزمة المناخ وتأثيرها على السلع والمحاصيل، هذا ثمن فادح سوف يدفع ثمنه الجميع خصوصا الدول النامية. أكيد الحقيقة يعني نتمنى الخير، ونتمنى أيضا أنه مؤتمر المناخ اللي هيكون في شرم الشيخ في نهاية العام يكون أيضا في توصيات يعني تقدر تساعد الدول ويلتزموا بيها، يعني يكون في التزام دولي وكل دولة تضع التزاماتها يعني أمام أعينها، وبالتالي نقدر نعدي من هذه الأضرار المناخية. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.